السلام عليكم. نستكمل في الشابتر الثالث وحنحل أسئلة في الجزء هذا من المحاضرة. نوضح أكثر الفاميليز of discrete random variables اللي أخذناهم في الجزء السابق. نأخذ مثال test one circuit. عندي one circuit and observe x. قلنا لما نشوف x capital letter معناته أنا بحكي على random variable. إيش هذا الobservation؟ the number of objects. what is bxx؟ قلنا هذا الرمز إيش يعني؟ probability max function للrandom variable x. تمام. الآن أنا عندي accept one circuit، فمعناته أنا يا عندي accept أو عندي reject. والprobability خلينا أفترض أنا هو بده إيش number of، خلينا نقول إنه reject b، لأنه هنا بما إنه معني بالreject فإحنا بنسميها كأنه هذه success، تمام، وهذه minus واحد. فعندي على طول الراندوم فاريبل هو بيساوي واحد ناقص بي زي ما حكينا ويل بي اكس بيساوي صفر. قلنا كانه بعمل هنا الاكسبت اكس بيساوي صفر والريجكت اكس بيساوي واحد، كان انا بعبر عن السكسس زيرو. اذا هذه ايش؟ بيرنولي راندوم فاريبل، تمام. بيرنولي راندوم فاريبل، قلنا البيرنولي ايش بيلزمنا بس له اعرف انا احتمال انه هو ما في عناصر الا احتماليه السكسس، وان السكسس دائما هو الاوبزرفيشن. هنا ريجكت اذا هي السكسس، فاحنا بنقول اوف بي بي اللي زي ما انا حكيت هون اللي هي احتماليه الريجكت. اذا هذا بناكد على انه اي راندوم اكسبيرمنت لها تو اوتبوت فقط، هي على طول بيرنولي راندوم فاريبل. طيب in a sequence of independent tests. الآن إحنا كنا قبل شوي إيش حكينا؟ واحدة بس سيركت واحدة، كان يا accept يا reject. الآن أنا صار عندي sequence منهم، يعني أنا عندي عدة مثلا قطع إلكترونية وبدي أعمل لهم فحص. sequence of independent tests of integrated circuits. each circuit is rejected with probability. إذا نفس التجربة اللي فاتت بس أنا بعملها عدة مرات، تمام. let y equal the number of tests up to and including the first that results in a reject. عندي هالراندوم فاريبل جديد اسمه y، هذا بيعبر عن observation جديدة. هذا الobservation إنه حنظل إحنا نعمل test 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 لحتى أول reject يظهر عندي، تمام. what is probability mass function of y؟ تمام. مين هذا هذه الفاميليز ايش هي؟ انا من الديسكريبشن هذا على طول بقدر ايش هي، انه في عندي انا سيكونس اوف بيرنولي انتل ايفنت معين يصير، تمام. هذه اللي هي الجيومتريك راندوم فاريبل. اذا هذا جيومتريك راندوم، انا حضلني اعمل تيست 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 كاني ايش بقول انا هاي اول مره باجي بعمل تيست accepted واحد ناقص بي rejected بي. اذا طلع عندي rejected بقف، اذا واي بكون ايش هذا في اللحظه هذه ايش بيساوي؟ واحد. طيب اذا طلع accept حكمل، هيطلع عندي التجربه الثانيه يا reject يا accept، تمام. اذا reject حقف حيكون واي بيساوي اثنين وهكذا، تمام. هذه زي ما تعلمنا الجيومتريك ايش حيساوي البي ام اف الها، زي برضو باخذنا البي هيكون عندي انا 1 ريجكتد، صح؟ لانه انا حضني اعمل العمليه لحد ما يطلع عندي ريجكتد، اذا عندي 1 ريجكتد، اذا هو probability اس 1 في كل التجارب السابقه حتكون مالها accepted. فالبروبابيلتي لها 1 ناقص بي لو ان accepted اس واي ناقص 1 اللي هو عدد الاكسبتد، تمام؟ وقلنا الرينج لهذا الراندوم فاريبل هو الناتشرال نمبر 1 2 الى ما لا نهايه، تمام؟ إذا هذا هو الـ probability mass function لهذه الـ random variable. طيب if there is 0.2 probability of a reject، إذا كان b بتساوي 0.2 إذا على طول بنعوض بدل b بالشكل هذا زي ما احنا شايفين هون، تمام. طيب أنا لو بدي أحسب إيش probability للـ random variable بحيث هذه الـ y بتساوي 10، ولا حاجة هروح أعوض بدل هذه الـ y 10، هتصير 0.2 ضرب 0.8 أس 9. ايش معناته هذه العشرة؟ معناته انا بعد المرة العاشرة انا شفت ريجكت، يعني 9 قطع اكسبت اكسبت اكسبت، العاشرة ايش طلعت معي؟ ريجكت. ايش احتمالية هذا؟ بنقدر نحسب احتمالية انه يطلع في 10 مرة في المية في الالف انه يطلع عندي
ريجكت. يعني انا بضل اعيد التجربه هذه كله اكسبت اكسبت، لما يطلع عندي ريجكت بقدر احسب قديش اللي بروبابيلتي لهذا الراندوم فاريبل، يسميناه احنا ايش؟ جيومتريك راندوم فاريبل. واخذنا هذه، هي رسمه البي ام ار تمام، قلنا ايش معناها؟ ديكريزنج فانكشن زي ما احنا شايفين. طيب ناخذ مثال اخر. The number of hits of sorry the number of hits at a website in any time interval is a Poisson random variable. تمام؟ ايش يعني بقول؟ انه عدد مثلا النقرات على موقع معين في اي تايم انترفال، ما دام عندي تايم انترفال قلنا هي بويسون، هو مدينا انه كمان انه هي بويسون، يعني هو بعرف المعرف. A particular site has on average lambda تساوي 2 hits per second. اللي هو هذا ايش؟ هذا معدل النقرات، 2 hits per second، معدل النقرات. تمام؟ What is the probability that there is no hits in an interval of 0.2 seconds؟ إذن أنا عندي موقع عدد النقرات عندي هو الـ random variable عندي اللي هو Poisson random variable، وهذا الموقع الـ average له الـ average يعني المعدل النقرات تنتين 2 hits per second. What is the probability that there are until؟ طيب هذه قلنا Poisson random variable تمام، هاي البويسون راندم، هذا هو البروبابيليتي ماس فانكشن إله. نتذكرها شوية، إذا قلنا هاي الراندم فاريبل إكس، وإكس بتساوي القيمة كي هون، إكسبونينشال ماينس ألفا، إيش هذه ألفا؟ نمبر أوف هيتس تمام؟ نمبر أوف هيتس وين؟ في البيريود اللي معطيني إياه، يعني. هون إيش البيريود عندي؟ 0.2 سكند. ما بنستخدم هذه اللي هي المعدل، لا انا بستخدم هو ايش تعريفه؟ نرجع شويه بس الالفا ذا افريج نمبر اوف ارايفلز ان ذات انترفال تمام؟ اذا هي في الانترفال المحدده، الانترفال عندي هون المحدده ايش؟ ربع سكند تمام؟ هي محدده، أنا بدي أحسب البروبابيلتي لربع سكند. طيب أنا بعرف إنه المعدل عندي اللامدا 2 هيتس بير سكند، يعني أنا 2 هيتس هذه في الثانية الواحدة. طيب أنا بدي في ربع ثانية قديش؟ وفي الربع ثانية بيساوي 2 إكس ضرب 1 بتساوي 2 ضرب ربع، ورايح يساوي 2 ضرب يساوي نص هيتس زي ما احنا شايفين. هي عرفنا مين؟ الالفا، هو البويسون بس بدي اعرف انا الالفا عنده فقط، والباقي خلاص تمام الامور. اذا بصير عندي الراندوم فاريبل نسميه مثلا اتش تمام، بيساوي نص هي الالفا هذه زي ما شفنا، اس هذا كم اللي هو الراندوم فاريبل، اكسبوننشال اي ماينس نص زي ما احنا شايفين على اتش فاكتوريال، والاتش زي ما حكينا هي الناتشرال نمبر. طيب نو هيتس ايش يعني؟ اتش بتساوي صفر. اذا عندي اتش بتساوي صفر، تعال نعوض، بدنا نعوض في اتش نص اس صفر ضرب اكسبوننشال ماينس نص على زيرو فاكتوريال، زيرو فاكتوريال يعني بيساوي واحد، بيطلع عندي الجواب بوينت يعني 60% احتمال انه في ربع ساعه في الربع ثانيه ما يكون عندي ولا اي هيت على الموقع او نقره يعني. تمام؟ وهي لو بدنا نرسم الديستريبيوشن له عند صفر تقريبا 0.6 عند واحد لو حسبناه زي ما احنا شايفين. طيب what is the probability that there are no more than two hits in an interval of 1 second؟ يعني بقول what is the that there are no more than two، يعني ايش احتمالية انه ما يكون عندي اكثر من two hits في زمن واحد سكند. هون تغيرت الانترفال، قبل شوي كانت احنا قلنا عندنا المعدل احنا عارفينه 2 hits per second في الثانية الواحدة. طيب تمام نفس الحاجة، انا عندي ثانية واحدة كم hit عندي؟
بتساوي 2. إذن عندي ألفا هتساوي 2، ايه سوري 1، تو تو 2، تمام 2 هيتس. إذن على طول نقدر نعرف احنا الراندوم فاريبل نفس الفكرة، فقط انا بلزمني الفا 2 اس جي، هنا سميناه احنا هذا الراندوم فاريبل جي، تقدر تسميه اي اسم ما في مشكلة، 2 اس جي اكسبونشن ماينس 2 على جي فاكتوريال. طيب the probability that there are no more than 2 hits يعني يا 0 يا 1 يا 2، هاي الاحتماليات اللي عندي عشان ما يكون اكثر من 2، تمام. فاذا probability للايفنت جي اقل او تساوي 2 تساوي probability انه جي بتساوي 0 اتحاد جي بتساوي 1 اتحاد جي بتساوي 2، وهنا ايش هذا حتساوي probability جي بتساوي 0 زائد جي بتساوي 1 زائد جي بتساوي 2. نفس الفكره بنعوض جي بتساوي 1 0 يعني 2 اس 0 اكسبوننشال ماينس 2 على 0 فاكتوريال، زائد جي بتساوي 2 اس 1 اكسبوننشال ماينس 1 على 1 فاكتوريال، زائد وهكذا بيطلع عندي الجواب حوالي 0.67.7 او 67.7 في المية الاحتمال انه ما يكون عندي اكثر من 2 هيتس. هون المهم في البويسون احنا بلزمنا بس قلنا ايش؟ واحد بويسون لا نمبر او التوتال نمبر لا الهيتس. وهذا كيف بنحسبه؟ بنعرف احنا المعدل وبنلزمنا نعرف التايم انترفال اللي انا بدي احسب عليه. اذا عرفنا هدول خلاص بنقدر نكمل على طول في البويسون راندوم فاريبل. وهي الصورة لو بدنا نحسب الـ probability mass function من 0 إلى ما لا نهاية زي ما احنا شايفين. هي حنلاقي احنا حتى أعلى معدل هيت هو تقريبا عند الألف. طيب سؤال آخر. The number of database queries proceed by a computer in any 10 second interval is a Poisson random variable k with alpha بتساوي 5 queries. هون مديك اياها جاهزه الالفا، حتى لو ما كتب لك يعني احنا هان المسميات مش مشكله، الفا بيتا جاما مش مشكله، المهم هان ايش احنا ملاحظين في حاجه مهمه هان، هذا معدل يعني معدل كاني انا بحكي زي بالهيرتز، تمام هيتس بير سكند بير سكند، هان هذا معدل تمام، لكن الفا هذه ما فيها بير سكند، هي فقط هيتس، شايفين وحدتها هيتس تمام، وحدتها هيتس فقط. هون ادانا حتى لو ما قلنا with 5 inquiries تمام، انسى الاسم انسى الاسم تمام، لانه انا ما بدي تشوف الفا مثلا يكون سؤال هو مسمي المعدل الفا وتقول تاخذها على طول تحطها، لا انا بدك تكون فاهم ايش هذه. الان نمبر اوف داتابيز قلنا زي ما قلنا ان اني 10 مدينا الانترفال 10 سكند والراندوم فاريبل كي بقول لك 5 انكويريز تمام، اللي هي هذه جاهزه ما دام 5 انكويريز، مش كل سكند مش كل سكند اللي هي اللي بتكون هي هذه في في البويسون على طول، هذا بويسون اسمه كي، اذا 5 هي الالفا في المعادله اس كي اكسبونشن ماينس كي على كي فاكتوريال زي ما حكيت. What is the probability that there will be no queries proceeded in a 10 second interval؟ هي نفس الفترة الزمنية. ايش احتمالية انه ما يكون عندي ولا كويري على الداتابيز؟ الكويري معناته انه انا اطلب معلومات من الداتابيز تمام؟ ابعت مثلا اكسبريشن معين برمجي انه اطلب معلومات او ابحث عن معلومة وما الى ذلك، تمام؟ ايش احتمالية؟ يعني كانه انا نو كويريز على طول كي ايش بتساوي؟ صفر. وبساوي اكسبونينشال ماينس 5 بساوي 0.067. طيب what is the probability that at least two queries will be proceeded in a 2 second interval؟ ايوه هنا ايش اللي صار؟ اتغيرت الانترفال، الخمسه هدول كانوا لمين؟ للعشرة سكند، يعني كان انا عندي 5 انكويريز في العشرة سكند. طيب في الاثنين سكند كم كوير عندي؟ هتيجي تقول اكس بدها تساوي 5 ضرب 2 على 10، 5 ضرب 2 10 وراح يساوي 1 كويري. اذا
صار انا هنا كانه عندي راندوم فاريبل جديد لانترفال جديده بنسميه باي اسم، كي مثلا جي بده يساوي الالفا فيها بتساوي واحد، تمام؟ سميناها ان مثلا والالفا بتساوي اكسبونشال ماينس واحد على ان فاكتوريال، تمام؟ لانه واحد اس هون الاصل كمان في ضرب مثلا واحد اس ان، تمام؟ واحد اس اي رقم واحد، فعشان هيك هذا مش مكتوب. بصير اكسبونشال ماينس واحد على ان فاكتوريال. طيب ذات ات ليست تو كويريز، اقل شيء عندي تو كويريز. ات ليست قلنا على طول بفكر في ايش؟ في الكومبلمنت. فمعناته هذا البروبابيلتي حيساوي واحد ناقص ات ليست تو، يعني اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة. معناته واحد بروبابيلتي الزيرو اللي هي مش انكلودد في الايفنت ناقص بروبابيلتي للواحد، تمام؟ كيف بدنا نحسبهم هدول؟ بنعوض تعويض مباشر في البي ام اف اللي عندي زي ما احنا شايفين هون. اي زيرو عوضنا هون والواحد عوضنا هون، يطلع عندي بيساوي 0.264. طيب مثال اخر. Each time a modem transmits one bit, the receiving modem analyzes the signal that arrives and decides whether the transmitted bit is 0 or 1. It makes an error with the probability independent of whether any other bit is received correctly. تمام؟ عندي هنا مودم، هذا المودم بحلل الاشاره اللي جاي وبشوف هل البت الواصل صح ولا خطا، واحتماليه انه يعمل خطا يعني ايرور هذه مثلا نسميها بي، فحيطول على طول الكوركت واحد ناقص بي. طيب if the transmission continue until the receiving modem makes its first error, what is the probability mass function of x؟ عملية بتضل تستمر لحتى ما يجي عندي حدث جديد. العملية الواحدة بيرنولي، هذه البيرنولي حتضلها مستمرة سيكونس اوف بيرنولي لحد ما يطلع عندي اول ايرور. على طول بنقول انه هذا probability of x للx مين geometric random value، بدها تساوي واحد ناقص b اللي هو حتضل تستمر لحد كلهم يكونوا صحيحين، اللي هو واحد ناقص b زي ما احنا شايفين كلهم correct. كم مرة الاكس اللي هو الرقم اللي حيطلع فيه الايرور، يعني هذا حتكون اكس ماينس 1 في البروبابيليتي في بي، لانه بي اللي هي الايرور وهي بس مرة واحدة حتظهر لانه عندها نحوي، تمام؟ زي ما احنا شايفين هون هاي البروبابيليتي ماس فانكشن بي ضرب 1 ناقص بي اكس ناقص 1. طيب if b بتساوي 0.1 what is the probability that x بتساوي 10؟ طيب اذا b بتساوي 0.1 احنا حنعوض هون، حتصير probability mass function بتساوي 0.1 ضرب 1 ناقص 0.1 اس x ناقص 1. x هنا عندي 10 يعني هذه حتصير على طول b اس 1 في 1 ناقص b اس 9، واحنا ال b عارفينها 0.1 فحيصير 0.1 ضرب 0.9 اس 9، تمام؟ هيطلع عندي 0.03. طيب what is the probability that x اكبر او تساوي 10؟ هنا يعني x بدها تساوي 10 او 11 او 12 الى ما لا نهايه، او هي نفسها 1 ناقص probability x اقل او تساوي 10، تمام؟ هي summation ممكن تنعمل وتتعوض هون وتنحل، او بنقدر نحل عن طريق الكومبلمنت. طيب فرع آخر. If the modem transmit 100 bits, what is the probability mass function of y, the number of errors؟ هنا أداني random variable جديد بدنا نحسب له الـ، هل هو geometric؟ لا. ليش؟ لأنه هنا هو أداني number of experiment 100، هو بقول إنه ضل يعني هو بعت 100 bit هذا المودم، تمام؟ كم error فيهم؟ الآن هذه الإكسبيرمنت كأن التجربة الواحدة هي بيرنولي. برنولي هذه تكررت 100 مره، خلال 100 مره كم ايرور صار؟ هذه ايش هي؟ باينوميال ديستريبيوشن، تمام؟ لانه انا نمبر اوف اكسبيرمنتس معروفين،
إذا الـ probability mass function y اللي هو معرف y بده يساوي 100 choose y اللي هو number of errors في الـ probability للـ error b os y في 1 ناقص b اللي هو probability of correct 100 ناقص y. تمام؟ هاي الـ probability mass function لهذا الراندم variable. إذا قلنا إحنا في نفس الفينومينيا إحنا شايفين أكثر من random variable، وهذا بناء على الإكسبيرمنت. أنا كيف بعرف الإكسبيرمنت؟ بنعرف الراندم variable. طيب if b بيساوي 0.01 and the modem transmit 100 bits what is the probability of y بيساوي 2 error at the receiver. تمام، اول حاجه هو بيقول ماشي بعتنا 100 وكل الخطا نسبته 0.01، كم ايش احتمال اني اشوف 2 او خطأين في المية؟ على طول حنطبق هي هذه نفسها والبي احنا عارفينها. اذا 100 تشوز 2.01 اس 2 في 0.99 اس 98 بيطلع عندي احتمال في المية اشوف من 100 بت اشوف خطأين حوالي 18.5%. طيب ايش احتمال ذات واي اقل او تساوي 2؟ يعني هي نفسها probability للزيرو زائد probability للواحد زائد probability للاثنين. تمام، زيرو واحد والاثنين وهي نفسها زي ما احنا شايفينه. حنعوض للزيرو، حنعوض للواحد، وحنعوض للاثنين زي ما احنا شايفينها، بطلع عندي الجواب تقريبا 92%. طيب if the transmission continues until the receiving makes 3 errors what is the probability mass function of z. هون عرف برضو random variable جديد لنفس الفينومينيا، قال هذا انه بتضل المودم يبعت لحد ما يشوف 3 اخطاء. تمام، وعرف random variable جديد سماه z. ايش هذا z؟ نتذكر قلنا اللي هو كنا نقول احنا لو شفنا واحد هو geometric وعملنا generalization منه مين طلع عندي؟ باسكال distribution. هذا باسكال distribution، هاي اللي probability mass function للباسكال. تمام، نيجي نعوض. هو هنا بده 3، اذا m عندي بتساوي 3، اذا probability z هو اسمه z، z ناقص 1. هذا الكي قلنا هو الراندم فاريبل، ايش ما بدكم تسموه سموه. تمام، هنا سميناه z، هاي z ناقص 1 على m 3 ناقص 1 2 في probability اس ام 3 1 ناقص probability زد ناقص 3، هاي اللي probability mass function للزد. طيب اف بي بيساوي 0.25 وزد بتساوي 12 بت transmitted until the modem makes 3 errors، على طول تعويض مباشر. كم زد بتساوي 12 يعني عدد البتس اللي انبعته عشان نشوف 3 errors 6 معناته بتساوي 11 تشوز 2 في تعويض مباشر بيطلع عندي الجواب اللي بيساوي. يعني هي العمليه سهله جدا بس بدنا نفهم ايش او اي ديستريبيوشن نستخدم. هو ما بكون معطيك اياه بس انت حتفهم يعني من وصف الاكسبيرمنت، حتقول اه والله هذا باسكال، هذا جيومتريك، هذا باينوميال، هذا بيرنول. طيب ناخذ مثال اخر. let x and y be two independent discrete random variables. تمام، independent discrete and with the following probability mass function. يعني عندي x و y هدول two random variable مالهم independent. هاي يقول لك probability x عندما k بتساوي 1 ربع 2 تمن 3 تمن و 4 والباقي اصفار، ونفس الحاجة للواي. ايش احتمال x اقل او تساوي 2 and y اقل او تساوي 2؟ كأني انا بقول ايش probability x اقل او تساوي 2 تقاطع probability of y اقل او تساوي 2. تمام، طيب probability x اقل او تساوي 2 يعني كاني انا بقول probability of 2 زائد probability of 1 زائد probability of اقل من 2، خلاص ما في الا عندي 2 و1 زي ما احنا شايفين هون. طيب هذه probability نفس الشيء للواي، probability of 2 وزائد probability of 1. طيب
تقاطع ايش انا بساوي؟ بما انهم اندبندنت اذا البروبابيليتي اكس اقل من 2 ضرب وبروبابيليتي اكس اقل واي سوري اقل او تساوي 2. اذا هنا احنا هذا الاكسبريشن عشان هم اندبندنت بيصير التقاطع هو عبارة عن عملية ضرب، تمام؟ فكأني بقول probability x أقل من 2 ضرب، هذه إيش بتساوي؟ قلنا هي probability k بتساوي 2 زائد probability يعني بدها تساوي ربع، هي x تساوي 1 زائد 2 ونفس الحاجة في الواي، هذا حيساوي ربع زائد ثمن ضرب سدس زائد سدس، بيطلع بيساوي ثمن. طيب find probability x أكبر من 2 or يعني كأني أنا بقول لك probability x أكبر من 2 اتحاد probability y أكبر من 2. إيش قانون الاتحاد بقول؟ قانون الاتحاد بقول إنه اتحاد two events بيساوي probability الايفنت x أكبر من 2 زائد probability y أكبر من 2 ناقص probability التقاطع، تمام؟ هذا هو قانون الاتحاد. probability of A x أكبر من 2 probability of B y أكبر من 2 ناقص probability التقاطع، بما أنهم independent فحيصير كأنه probability الضرب لـ A will be زي ما احنا شايفين and وهذا إيش هي نفسها مين؟ التقاطع حيصير ضرب x أكبر من 2 يعني يا 3 يا 4 فبنقول 8 زائد نص، y أكبر من 2 نفس الحاجة يا 3 يا 4 ثلث زائد ثلث ناقص بروتي x أكبر من 2 هي هيها ضرب هذا. ليش ضرب؟ قلنا عشان هم independent، قلنا تعريف الindependent التقاطع بيساوي ضرب two events، ولو حليناها بطلع لنا 7/8. طيب ايش probability x اكبر من 2 given y اكبر من 2 كيف هذا بنحسب؟ لقيت بما انهم two independent random variables ايش قلنا؟ معناته انه الاثنين ما بيعتمدوا على بعض، يعني حدوث اي حدث ما بيأثر على probability حدوث الثاني، اذا هذا كأني انا بقول لك هو نفسه بيساوي probability x اكبر من 2. ليش؟ لانهم independent، هذا مش هيأثر على العملية، تمام؟ فهو هذا نفسه أكبر أو تساوي 2 اللي هو يا 3 يا 4 يعني 8 زائد نص يطلع 5/8. طيب find probability x أقل من 2، هذه شوية بدنا نركز فيها، x أقل أو تساوي يعني الx لازم دائما تكون أقل من الواي، يعني إذا كانت y بتساوي 1 تمام x ايش لازم تكون بتساوي 0 او اقل. طيب اذا كانت y بتساوي 2 فمعناته x بتساوي يا 1 او اقل، تمام؟ اذا هذه probability x اقل من y بدها تساوي، بدنا نشوف ايش احتماليات الواي وكل مرة نعرف ايش الاكس، يعني احدى التيرمز اللي انا بحكي فيهم مثلا probability of x بشرط ان y بتساوي 1 في probability للواحد، هاي احدى التيرمز، زائد نفس الحاجة لما y بتساوي 2 لما y بتساوي 3 لما y بتساوي 4، تمام؟ هو قانون هذا التوتال بروبابيليتي، توتال بروبابيليتي هذا هو نفس قانون التوتال بروبابيليتي، تمام؟ ليش 4؟ 4 لأنه أنا عندي هنا 4 عناصر للواي، فأنا الإكس مربوطة في الواي في 4 عناصر، هذا قانون التوتال بروبابيليتي. يعني حنيجي نشوف إكس أقل من واي عندما واي بتساوي كي، يعني كأني بقول عندما y بتساوي 1 ايش احتمال ماشي نشوف اول واحدة، لو كانت اول واحدة y بتساوي 1 ايش احتمالية x اقل؟ 0 لانه ما في k اقل قيمة لها 1، تمام؟ فهل 0 otherwise يعني غير هيك 0، تمام؟ بعدين هنشوف طيب لو كانت y بتساوي 2
فمعناته هقول اكس بس في لها احتماليه انها تكون واحد وهكذا. يعني هذه لو فصلناها هتكون اكس اقل من واحد بحيث انه واي بتساوي واحد في بروبابيلتي للواحد، زائد نفس الحاجه بروبابيلتي اقل من اثنين بحيث انه واي بتساوي اثنين في بروبابيلتي الاثنين، والثلاثه نفس الحاجه. نيجي اول واحده صفر، ليش الصفر؟ لانه بروبابيلتي اكس اقل من واحد صفر، ضرب سدوس مين السدوس اللي هي بروبابيلتي الواي بتساوي واحد. طيب بعدين بروبابيلتي اقل من اثنين واي بتساوي اثنين، فاقل من اثنين يعني واحد ربع ربع ضرب الاحتمالية الواي بتساوي اثنين سدس. طيب بعدين بروبابيلتي اقل اكس اقل من ثلاثة يعني يا اثنين يا واحد، ثمن زائد ربع في البروبابيلتي الواي بتساوي ثلاثة وما الى نهاية، بيطلع عندي الجواب بيساوي ثلث. تمام. هدول السلكتد بروبلمز لحتى الان، لحتى هو سكشن 3 في شابتر 3 اللي بحل السؤالين هدول اللي بالاحمر المعلمين، ببعتهم حتى صباح الغد ان شاء الله الساعه 10 صباحا إلو بونص، ويعطيكم العافيه.